الحياة بخلاص وسعد جميع الناس بالكلمة والبسمة بالحب والإحساس. عيش الحياة معاهم شارك مواجعهم بالخير أسعدهم وامسح مدى معاهم. يسعد حياة الناس. خير لك من تجارة بأعظم المال أن يهدي الله على يدك رجلا وتبعده من النار، وأن تدعو إلى هدى تنال من الأجر مثل أجور من استمع لحديثك قلبه وتأثر به عقله وانقاد لها جوارحه، ولا ينقص ذلك من أجره شيء. كلمة صادقة أو دعوة خالصة أو عيشة محبة ونقاء بهدوء وسكينة. لا يوجد في دين من الأديان دين يؤاخي بين العقل والعلم، فهو روحي ومادي، يدعو إلى الحضارة والعمران، دين شهد له فلاسفة العالم المتحضر، ومن أصوله الإيمان بجميع الرسائل والأنبياء والكتب الإلهية، ودين جامع لجميع ما يحتاجه البشر وفيه من المرونة والتيسير، ودين تشهد له الاكتشافات العلمية، ودين صالح لكل الأمم والأزمان، ودين حفظ كتابه المقدس، ودين يأمر بجميع العلوم النافعة، ودين وحد قانون المعاملات بين البشر وأزال امتياز الطبقات وحقق العدالة الاجتماعية ولا يشذ عن الفطرة في شيء، ودين منع استبداد الحكام وأمر بالشورى، ودين أمر بالعدالة مع الأعداء، ودين بشرت به الكتب السماوية، ودين أنقذ المرأة في أدوارها أم وزوجة وبنتا، ودين ساوى بين الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، ودين أمر بالتعليم وحرم كتمان العلم النافع، ودين توافق أوامره ما اكتشفه الطب الحديث، ودين أنقذ الرقيق من المعاملات الوحشية وأمر بمساواته لساداته وحض على اعتاقه، ودين قرر سيادة العقل والخضوع للحكمة، ودين ينقذ الفقراء والأغنياء بفرض جزء من مال الأغنياء يعطى للفقراء. وننظر إلى أثر هذا الدين وانعكاسه على حياة الناس المؤمنين، فهم أخوة يتآخون مع بعضهم مع كل الإغفال التام عن كل شيء يربط بعضهم ببعض إلا رابط الدين والإسلام. كل المؤمنين أحبتي أذلة على المؤمنين رحماء فيما بينهم، كل المؤمنين أولياء لبعضهم البعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، بذلك أحبتي سيرحمهم الله. أحبة المشاهدين، اليوم المنشود، اليوم اللي انتظروا بسام طويلا الحمد لله جاء. احنا اليوم ان شاء الله في هذا الصباح الباكر جئنا الى العريس بسام، حنحتفل مع بعض وان شاء الله
نسعى في تحقيق حلم بسام، وهذا الحلم الذي يحلم به كثير من الشباب العزباء. نسأل الله عز وجل أن يزوج كل عازب. طبعا الحمد لله الأمور تقريبا معظمها جاهزة، القناديل، الصوتيات، المنشد، الأمور هذه كلها الحمد لله تم حجزها. إحنا الآن منتظرين بس العريس ينزل عشان نأخذه نروح نعمل له كذا تنعيم وما تنعيم وتضبيط. والآن نسمع مع بعض الزغاريط، والله ما أجملها من لحظات. يا مرحبا، حي الله العريس، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وزوجك على خير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. الروائح الجميلة هذه والزغاريط اللي فعلا يعني تشعرك بسعادة أكيد. ها كيفك يا بسام، كيف صحتك؟ طيب، كيف شعورك اليوم بعد طول انتظار اليوم يأتي إن شاء الله؟ كيف شعورك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله أنا كملت نصف إن شاء الله تكمل نصف دينك في هذه الليلة بإذن الله عز وجل. ربنا يبارك لك إن شاء الله. إحنا نتحرك عشان نعمل تنعيم وتضبيط وتضبيط مع بعض. يلا بسم الله نتوكل على الله. كيف صحتك؟ ايش اخبارك؟ طيب؟ اسمك الكريم؟ احمد الرفاعي. حياك الله، احنا جايين من برنامج حياة الناس. هذا البرنامج يمس على قناة السعيدة. شفنا محلك، محل لطيف كذا. وابتسامتك طيبة، بارك الله فيك. ربنا يحفظك. معنا العريس بسام. يعني احنا حابين نعمل له صنفرة. يا رب ان شاء الله. حابين نعمل له صنفرة يعني يرجع غير. يعني احنا نصور الان قبل ونصور بعد. جميل، ونطلع الفروقات. ربي يحفظك. اذا احنا نتوكل على الرحمن. الاستاذ عفوا ذكرني مره ثانيه اسمك. احمد الرفاعي. الاستاذ احمد الرفاعي يقول نصور قبل وبعدين نصور بعد، حيكون في فروقه. اكيد هذا جمهوري. اذا تفضل. طبعا احبتي المشاهدين، يعني قضينا ايام كان فيها تعب صراحه وعناء، وانا اشكر كل الشباب اللي شاركوا معنا في احياء هذا العرس الطيب واسعاد اخونا بسام. وصلنا الى اليوم الحافل، اليوم الذي ينتظره بسام على فارغ الصبر. طبعا بعد ما عملنا صنفره وتنعيم وتضبيط للعريس بسام، انا اسال الله عز وجل ان يبارك له ويبارك عليه ويجمع بينه وبين زوجته على خير ان شاء الله، وأن يزوج كل عازب بإذن الله. الآن الملبس بيلبس العريس اللبس الصنعاني المعروف، لبس بير العزب، يسموا هذا اللبس لبس بير العزب. إذا الأخ قال لبس بير العزب. وقف لو سمحت. اسمك الكريم؟ أبو خليل. أبو خليل. أبو خليل، حياك الله. طيب أبو خليل، اللبس هذا تقريبا عمره كم؟ هذا قديم 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 جدا. ايوه، يسموه بير العزب. بير العزب، نعم. هو مصر انه ما شاء الله يشتغل ويتكلم. يشتي اسمك العريس، بارك الله فيك. خلص يعني نلبس العريس، اهم حاجه عندنا العريس. طبعا احنا الان ان شاء الله بعد ما ننتهي يعني من سبكه العريس حنتحرك للقاعه، بس احنا ضروري نروح نغير نلبس ثوب. هو الان استبك، باقي احنا نستبك، وبعدين إن شاء الله حنحصل العريس في القاعة. طبعا زي ما نوهنا قبل كذا إن العرس بلاقات، حتى لما طبعنا الدعوات وصممنا الدعوات عملنا تنويه إن العرس بلاقات. أنا أتوقع إنه في ناس يجيوا معه علاقية قات، ما أدري كيف حنحاول نعالج الأمر، لكن هي رسالة نحب إن احنا نوصلها لكل أحبتنا المشاهدين. بصراحة أنا أقولها، هو رجل لن ينساه التاريخ، وعظيم سيصنع مستقبل هذا البلد. من هو هذا الرجل؟ باعتقادي هو الرجل اللي إن شاء الله حيكون سبب في القضاء على شجرة القات. إن شاء الله رسالتنا توصل في هذه الحلقة. أبو خليل يخزن صح؟ إن شاء الله. بس اليوم حتنحرم من القات. طيب إذن إحنا صراحة فرحانين جدا وسعيدين جدا لسعادة العريس بسام.
إن شاء الله نلتقي وإياكم في القاعة. طبعا الوقت ضيق جدا جدا، والآن أذن العصر، فحنضطر إن إحنا نودي العريس للقاعة، وبعدين إن شاء الله نروح نغير ونرجع لك إن شاء الله، لأنه أذن العصر، حنصلي عصر ونتحرك القاعة. أنا أسلم لك الرايح. تفضل بالشمال. لا أنا هاي تجي هنا كذا، يعني عريس عريس. حنتحرك الآن نصلي عصر، بعد صلاة العصر إن شاء الله نروح القاعة، وبعد كذا إن شاء الله نروح إحنا نغير ونرجع لك للقاعة إن شاء الله. خلوكم معنا. كان يوم جميل وحافل، وكنا نشعر بسعادة غامرة جدا، وكان كثير من الشباب العزبان متواجدين يطلبوا منا الدعاء إن الله عز وجل يزوجهم، وإحنا ندعو لكل عازب إن الله عز وجل يزوجه. فأثناء ما كنا نلبس العريس بسام، وجدنا إن إحنا بحاجة إلى شخص محترف ومتفنن في يعني إنه يلبس أخونا بسام. وأنا بصراحة يعني كانت سعادتي غامرة جدا في ذلك اليوم الأكثر من رائع. مليئة بداخل هذا البيت، وإحنا الآن حنروح نغير ونرجع له إن شاء الله، والآن حنتحرك للقاعة. خلوكم معنا.